قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة التي تحدث فيها وصفا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقاها الأستاذ الدكتور أحمد عوض عبد الله، مبعوث وزارة الأوقاف بالولايات المتحدة الأمريكية. يقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ختاما لمسك هذا الختام لمسك هذه الليلة الطيبة المباركة، والتي هي تكريما للراحلة الحاج حياة عباس أحمد حسين والدة الحاج عبد الحميد، والأستاذ سيادة اللواء دكتور جمال، والأستاذ محمد والشيخ علي، والحاج إبراهيم محمد عبده. دعينا الله تبارك وتعالى أن تكون هذه القراءات في ميزان حسناتها مسك الختام مع فضيلة القارئ الشيخ دكتور أنور الشحات محمد أنور، وما تيسر له من آيات الله البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم. طبتم فادخلوها خالدين.
وقولوا الحمد لله الذي صدقنا. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم فادخلوها خالدين. حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها وقالوا الحمد لله وقال لهم خزنة الله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في لمن يخشى أأنتم أشد خلقنا في السماء أأنتم أشد خلقنا في السماء بنيها في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى آه
السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبارة خلقنا من السماء وبنيها إن في ذلك عبرة لمن يخشى إن في ذلك العبرة لمن يخشى رفع سمكها فسواها إن في ذلك لا لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
رفع سمكها فسويت وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم فيهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم على بيته الكرام وهكذا خط الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. تلا على ما سمح حضراتكم زالكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون قارئ الدول العربية والعالم الإسلامي المقيم بمدينة القاهرة، وذلك عبر أسر موجات إذاعتنا المحلية شركة عمل الهندسة الصوتية دار محمد سلام ببرهمة توش مركز السنبلاوي الشركة عمل الضوء الكهربية ومن أدخل محطات البزلة الكبرى على مستوى الجمهورية صاحبها حق الشيخ تمام دار مهندس إبراهيم إمام مهندس حسن إمام المقيمان بالحوال بمدينة السنبلاوي كبرى مركز فراش الزبا الكبرى قصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية تحت دار الحاج محمد أبو كمال المقيم بالسمارة الخدمات الفندقية على مستوى جمهورية مصر العربية ثم الحاج جمال شبل بسداء مركز سمالة بالتقالية. أيها السادة إن هذا كان لكم جزانا كان سعيكم مشكورا ورحم الله موتانا موتاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.